بالثامن عشر من شهر أبريل نزلت نارين بيوتي على قناتها على اليوتيوب أغنيتها مع إخواتها سدرة وشيرين لتحقق نجاح كتير كبير بالعالم العربي، حيث كانت أول أغنية تجمعها مع إخواتها البنات. فلأبهر الناس الطابع الجديد اللي اعتمدت عليه نارين بالفيديو كليب، من الألوان للديكور والاستوديو والملابس للموسيقى واللحن وحتى الكلمات اللي تعطي إيجابية ونشاط كتير كبير. وركز المتابعين خاصة على التنوع اللي كان بالأغنية، فشفنا طابع عادي عربي وغربي كمان. فمع كل هذا وعمل دام لأكثر من 4 أشهر وجهد كتير كبير من نارين وأخواتها، حقق الفيديو كليب ما يقارب 3 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط من تنزيله على يوتيوب. فبعد نزول الفيديو كليب تساءل المتابعين عن سبب عدم غناء سيدرا وشيرين بالفيديو كليب، لا يطلع شيرو بآخر فيديو بقناته على اليوتيوب ويوضح الأمر ويكشف تفاصيل جديدة على الأغنية والفيديو كليب. هي فيها طابع مصري وبدي اقول لكم شغله اللي مسؤول عليه مزيكا فوداني، يعني في ادني بس باللهجه المصريه بيقولوا فوداني، فنارين حبت تحط شيء يعني لهجه ثانيه بالغنيه فحطت اللهجه المصريه وطالع حلو كتير الصراحه. يعني في شغله ثانيه كمان بدي اقول لكم اياها، واللي هي اغلبكم مفكر انه بس نارين هي اللي عم تغني، لا سيدرا عم تغني وشيرين عم تغني ونارين عم تغني، بس صوتهم كتير متشابه، صوتهم كتير مثل بعض، فلذلك بتحسبوا انه نارين لحالها هي اللي عم تغني. عبالكم اذا انا اخوها وبالبيت بخربط فيهم، فما بالكم انه مثلا انتوا العالم مثلا مالكم بالبيت معهم 24 ساعة، كيف تكون تميزوا صوتهم من بعض؟ اما بخصوص الملابس والستايل فاعتمدوا البنات على ستايل جديد واختاروا كل ما هو غريب وفيه الوان جريئة، فشفنا نارين بهالسوك بوتيز من ازاليا وانغ باللون الفسفوري حيث يتراوح سعره ما بين $50 إلى $60، وهذا السويت بانتس اللي يتراوح سعره ما بين $150 إلى $180. أما سيدرا فاختارت كروب تي يتراوح سعره ما بين $40 إلى $50، وسويت بانتس من نفس النوع يتراوح سعره ما بين $80 إلى $90. أما شيرين فاختارت جاكيت وردي يتراوح سعره ما بين $150 إلى $160. ألف مبروك لنارين وسيدرا وشيرين على الفيديو كليب عقب نجاحات أكثر وأكبر.